بس ازاي ما بتحبش المهرجانات؟ لا انا ما بسمعهاش، ليه؟ انا ايه اللي هستفاده؟ ده له علاقة بانه يعني اغاني المهرجانات عندك موقف من كلماتها، ولا لانه اغاني المهرجانات يعني الى حد ما عوضت شوية الاغنية الشعبية عند الناس في الاحياء الشعبية؟ لا 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 لا، استحالة، مفيش الكلام ده خالص. والدليل على كده يعني انا بغني لك اغنية بتاعت عم احمد عدوية بقى لها اكتر من 40 سنة مغنيها هو. بس متهيألي المهندس عمرو بيسمع مهرجانات. لا راجل خالص، استحالة. ليه طيب؟ هات لي مهرجان كده اهوت بيهدي في الحاجة، مفيش اي مهرجان بيهدي في بس حاجة. دي ده هو شوية رزق وشوية خبط وخلاص. بس ده لون غنائي له جمهور، ما نقدرش ننكر ان له جمهور بغض النظر ولادكم عن ما بيسمعوش؟ المحتوى. لا والله انا عندي اولادي مجرد ما بداوا ان هم يفكروا في الحكايه دي يعني عارف اللي هو كده. طب انت بتقمعهم ليه بس؟ لا مش بقمعه، لانه هو بيجي في النهايه خالص يعني، يعني هو بيجي مثلا بيقول لي يعني ان يعني الاستاذ بتاعي والميس بتاعتي بيقولوا لي باباك بيغني غنى محترم، باباك بيقدم فن محترم، تفرح انت. انا ببقى مبسوط يعني، بحس ان انا الحمد لله كده انا يعني اللي انا كنت عايزه ربنا حققه لي. ما هو ممكن ابني يكبر يقولوا له ابوك كان بيقدم، انا سوري في اللفظ، يتعاير بيا. معاك حق، صح صح. فوصلت له ان الحاجه دي لو عملتها هي ممكن يعايروك بابوك. صح. طب نكمل سيره الحبايب. طارق بيسمع مين؟ بيحب يسمع احمد عدويه كتير، كلثوم، الاغاني القديمه كلها. الاغاني القديمه كلها. اه بس انت بدات باحمد عدويه، يعني يبدو ان احمد عدويه ده يعني ده التوب رقم واحد بتاعه. يعني هو كان احنا كنا في الوقت ده هو اللي بسم الله ما شاء الله موجود. وبعد كده بقى خدنا اشتغلت في بند غربي، يعني كنا كلنا 6 افراد كنا بنقبض 100 جنيه. انت فاهم شغل البند الغربي ده كان بتاع الاورج 20 وبتاع الجيتار 15 والمطرب 20، كنا 6 7 افراد بنقبض 100 جنيه بنقسمهم كده 15 15 10 15 20 كده، وكنا بنبقى جايين مبسوطين. بس الفلوس كان ليها بركه ساعتها. غير البركه انا كنت ببقى جاي فرحان ومبسوط ان انا غنيت. يعني انا كنت عايز اشبع نفسي من غنى، عايز اتقن نفسي في الغنى. وبعد كده بقى لحد ما ربنا بقى يعني عوامل مساعده كتير، يعني اتقابلت مع الاستاذ امل الطاير في فرح عندنا في الشرابيه، شاعر الغناء الكبير ده، استاذ امل ده يعني ده بعد ربنا هو سبب الفضل عليا في كل حاجه، مش نسيله الفضل اللي عليا عم امل الطاير. بقول له كل سنه وانت طيب على الهوا. كل سنه وهو طيب، واحنا نوجه له تحيه كبيره. من ضمن الناس اللي هم خدوني من البدايه يعني، خدني مضاني في شركه. وتخيل بقى استاذ عمرو لما تلاقي مؤلف ماسك لك الشريط بتاعك، يعني هينقي لك 8 اغاني واول حاجه بينقيها لك بتاعت مؤلف تاني. مش دلوقتي لو وديت الالبوم لمؤلف هيالفه لك كله ويلحنوا ويوزعوا كمان، فاضل يغنيه كمان. استاذ امل ما عندوش الكلام ده. لا بقول لك اول ما بدا يعني، يعني انا بقول لك اعمل لي شريط. اول ما نقالي شغل من مؤلف غيره.